توجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى أثيوبيا لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، ومن المقرر أن يجري مباحثات رسمية مع الجانب الأثيوبي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. ويرافق رئيس الوزراء السوداني في زيارته وفد رفيع المستوى يضم كل من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ووزير الدفاع الفريق الأول جمال الدين عمر ووزير الصناعة مدني عباس ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق الأول دبلاب.